يا من أضناه الهم وأتعبه الهم، هلم إلى المدينة، هلم إلى المدينة هي الدرع الحصين. كل خير. قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا زي ما عودناكم كل أسبوع موقع تاريخي. طبعا اليوم راح نتكلم عن مسجد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. طبعا هذا المسجد الأثري القديم يبعد عن المسجد النبوي قرابة 900 متر. موقع دائما الناس يعدوا يروحوا ويجوا بس ما معرفين عن هذا المسجد العظيم. طبعا إن شاء الله راح نعرفكم عليه أكثر وأكثر. خلوكم معنا. طبعا فين الموقع يا حسن؟ قلنا لكم 900 متر تقريبا شمالا. هذا المسجد النبوي الشريف وهذا المسجد. طبعا قبل ثابتكم النقل الجماعي، هذا النقل الجماعي وهذا المسجد، او اكتب في جوجل ماب من داخل مسجد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. واليوم إن شاء الله راح نحكيكم قصة هذا المسجد العظيم، وحيكون معانا الأستاذ محمد حاجتي. يعطيك ألف عافية أستاذ محمد. الله يعافيك أبو جود، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. نتحدث عن هذا المكان الطاهر. في هذا المكان الطاهر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر وسجد شكرا في هذا المكان بنزول الوحي ووصول الخبر. روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أتبعه حتى وصل إلى حائط معنى بستان من بساتين المدينة، فدخل فتبعته فإذا به صلى الله عليه وسلم ساجد، فأطال السجود حتى أخفت أن الله قد قبض نفسه، فدنوت منه صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه وقال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، لقد رأيتك ساجدا فأطلت السجود، فخفت أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قبض نفسك. فقال: جاءني جبريل وبشرني عليه السلام وبشرني فقال: يقول الله عز وجل: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله سبحانه وتعالى شكرا. فسمي هذا المسجد بهذه المناسبة مسجد الشكر ومسجد السجدة، بني فيما بعد بهذه المناسبة لحفاظا على قدسية وطهارة هذا المكان، وسمي بمسجد الشكر ومسجد السجدة. وفيما بعد جاء طريق من هنا يسمى بطريق أبي ذر، فسمي مسجد أبي ذر الغفاري. من هنا استبشر الصحابة بهذا الحديث. وفي يوم من الأيام جاء أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: ربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية أخرى: يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. فيا من يشتكي الهم وأتعبه الغم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنجو وتغنم. هلم إلى المدينة، هلم إلى المدينة هي الدرع الحصين. مسجد أبي ذر، ويسمى سابقا بمسجد السيدة أو مسجد الشكر. طبعا سمي بمسجد السيدة والشكر لسجوده صلى الله عليه وسلم وإطالة السجود ثم قيامه شكرا لله سبحانه وتعالى. المنطقة هذه كانت في الأحاديث مذكورة تسمى بمنطقة الأسواف. المنطقة هذه كانت منطقة بساتين تسمى بمنطقة الأسواف، وهي تبعد عن المسجد النبوي كما ذكر الأستاذ حتى بحوالي 900
متر شمال المسجد النبوي الشريف. الكثير من الناس يجهل انه هذا المسجد كان يسمى سابقا بمسجد السجدة ومسجد الشكر. ناخذ صورة سركسن كده. يا ما شاء الله تبارك. الزوار يأتون اليه من جميع انحاء العالم، جميع اقطار العالم سبحان الله، جايين وعارفين ايش مناسبة هذا المسجد. يعني فعلا في يعني ثقافة قديمة ما زالت راسخة الى الان بالمساجد الاثرية المدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. الله يسلمك. طيب استاذ محمد، ان شاء الله نوعد المتابعين ان شاء الله شبه اسبوعي تكون معانا، لازم شبه اسبوعي، هذا حق واجب علينا اهل المدينة المنورة، ان نبرز الصورة الجمالية للمدينة المنورة، ان نبرز اثار المدينة المنورة، الاماكن التي زارها الرسول صلى الله عليه وسلم او كان له احداث وقصص تاريخية فيها. نعد اهل المدينة وهذا واجب علينا استاذ حسن، ولك مني وافر الشكر والتقدير على ما تقدمه للمدينة المنورة واهلها، واتمنى لك المزيد من التوفيق. حبيبي الله يسعدك وما قصرت، بس نبي نوريهم قد ايش البعد عن الحرم، عشان في ناس كثير بيعرفوا الموقع. الموقع شمال المسجد النبوي، تخرج من ساحات الحرم من الناحية الشمالية على طول قدامك من الممشى حق المسجد او ساحات المسجد النبوي، شمالا يطلعك على طول على مسجد ابي ذر. طبعا يعرف الان مسجد ابي ذر، لو تيجي سيد حسن كذا بس تصور شوف منارة الحرم واضحة. اي منارة الحرم يا سلام، شايفين واضحة من هنا تماما يعني. يا سلام. اتوقع حتى المشوار ما ياخذ حتى 5 دقائق الى 10 دقائق مشيا. يا سلام. قريب وان شاء الله يجي يزور هذا المسجد الجميل، تلاقي فيه ناس الله يكتب اجرك ان شاء الله، يعني يجوا هنا ويسافروا ما يعرفوا قصة هذا المسجد العظيم. لا قصة جميلة وقصة، بالعكس كانت هذه بشارة من بشارات النبوة، انه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه الى قيام الساعة. شرف لنا نحن عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد جاءت الأحاديث من صلى عليك مرة صليت عليه بها 10، بعد جاءت الأحاديث المتواترة عن فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كتب الله أجرك، أعطيكم ألف عافية أغلى متابعين، الله يرحم الوالد والوالدة وموتانا وموتاكم، ولا يحرمنا شفاعة حبيبك محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. وكل أسبوع مقطع جديد إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد في قناة حسن بريك، وزر الاشتراك، زر الاشتراك لازم عشان يوصل كل شيء. وحسن.